هل تتوقع أن تتحول عملية في الأقصى إلى حرب إقليمية ممكن؟ على الحرب الإقليمية حاصلة، يعني الآن هناك قصف من اليمن، هناك استهداف للقواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا، هناك جبهة لبنان مشتعلة لكن بحدود معينة، الضفة الغربية على شفير يعني الدخول في مواجهة كبيرة. طبعا ما يحصل في قطاع غزة، الوضع متوتر، ما بعرف يعني الجيش الأردني حشد البارحة أيضا قوات عسكرية على حدود مستوى الحدود، وبالتالي يعني هناك الكثير من المؤشرات التي يمكن وصفها الآن بأنها مؤشرات احتياط أو محاولات استباقية يعني من كل الأطراف. وطبعا يعني الأردن ومصر هما الأكثر تضررا في حال يعني تم الوصول إلى مرحلة تهجير كاملة لأهالي غزة باتجاه مصر وأهالي الضفة باتجاه الأردن. طبعا يعني حتى نذكر وزير الخارجية الأردني وأيضا مصر أعلنت بأن حصول ذلك هو بمثابة إعلان حرب، لكن الضابط الأساسي لهذه العوامل الآن هو الأمريكي. يعني بتقديري أنا يعني عامل الوقت الآن يلعب لمصلحة فلسطين، يعني هناك تحول في الرأي العام الأمريكي والأوروبي، هناك ضغوط كبيرة تمارس على الإسرائيليين، لكن علينا في مقاربة المسألة الميدانية يعني أن نقارب المسألة يوما بيوم، يعني ليس هناك ما هو يعني محسوم لجهة الوضعية الميدانية. يبقى أن يعني كما قلت هناك ثلاثة موانع أمام انتصار الكيان الإسرائيلي، هي عدم تحقيق الأهداف الثلاثة التي طرحت، وهو القضاء على حماس، تحرير الأسرى بالقوة العسكرية، وتغيير الوضعية السياسية في قطاع غزة. حتى اللحظة هذا كلام افتراضي ونظري، لم يحدث منه شيء. المسألة مرتبطة في الحقيقة بمدى صمود المقاومة الفلسطينية، مدى صمود الشعب الفلسطيني. لذلك أنا أقول أن عامل الوقت هو العامل الأساسي في هذه المسألة.